السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى من قناة مستر بومتك. في حلقة النهاردة هنتكلم على بلاي ليست جديدة، أو هي حاجة جديدة هنتكلم فيها. طبعا هي حاجة لها علاقة بالربح الإنترنت، وهي مفاهيم الربح الإنترنت. هتلاقي بعض الدروس كده هحطها لك بعد كده إن شاء الله، يعني أي دروس هنزلها هتلاقيها في بلاي ليست هنا، هسميها مفاهيم الربح من الإنترنت أو مفاهيم الإنترنت. هتبقى عبارة عن مفاهيم لبعض حاجات الربح من الإنترنت. وهنبدأ البلاي ليست دي بالحلقة بتاعت النهاردة، وهي عن مفهوم السي بي اي، وهنشرح بعض مواقع ليه عمل او ليه الربح من موقع او للربح من مجال السي بي اي. فشرح النهارده هيبقى عن السي بي اي، ولكن بشكر كل الناس اللي عملت سبسكرايب للقناه. تقريبا احنا وصلنا ل 700 مشترك، بنزيد يوميا في حدود من 10 ل 20 مشترك، وده ممتاز. فبشكر كل واحد بيعمل سبسكرايب للقناه، كل واحد بيعمل لايك للفيديوهات، وشكرا قوي على الفيديو ده. انا طلبت من الناس 40 لايك، والحمد لله جالي ديسلايكات حلوين و15 لايك، يعني تمام. هو انتش هطلب منكم لايكات؟ خلاص لا بجد يعني، بس اللايك فعلا بيساعدني جدا، بيخليني اعرف انتوا عجبكم الفيديو ولا ما عجبكوش. تمام، يعني المهم برضو كان في حاجه كنت عايز اتكلم فيها. تمام، الشركه دي اللي هي بتاعت يالكس دي شركه مش نصابه استحاله يعني، وشركه تمام وسي بي ام ممتاز، واي حاجه غير كده كلام، غير بعض الحاجات بس اللي سي بي ام في بعض الدول العربيه بيبقى وحش. فانت لو يعني بيبقى الدول العربيه دي محتله الصفحه بتاعتك او محتله الويب سايت بتاعك، فعشان كده بتلاقي اللي هو هفهمها لك توضيح كده. ونزلنا كده ان الربح هنا 2 سنت، تمام 2 سنت الربح 2 سنت. هنا عندك 6 من مصر، مصر اللي ليها في جيت سي ار ال 4، تمام 4 يعني 4 من 10 سنت، تمام يعني 6 من مصر بمعنى 4 و4 يبقى 8 زائد 4 كمان يبقى كده 1 و2 من 10 سنت، زائد عندك 4 و4 كمان و4 كمان يعني اكتر من 2 سنت. وهنا برضو زي ما انت شايف 2 سنت، وهنا عندك السي بي ام 2.8 من 10 دولار زي ما انت شايف. وخدت بالك ان مصر، قصدي واحد بس من تونس، لو جالك هنا واحد بس كده من تونس 6 من مصر بيقلل السي بي ام الكلي، اما مصر الوحيده لو جالي 6 من مصر بس بيبقى السي بي ام 4 دولار و2 من 10 زي ما هو في الموقع. يا ريت تكونوا فهمتوا النقطه. يعني في البدايه كده يا جماعه احنا هنتكلم على مفهوم السي بي اي. سي بي اي يعني كوست بير اكشن. كوست بير اكشن يعني انك هتعمل حاجه بمقابل مادي، هتعمل حاجه بمقابل مادي. كان في مواقع كتيره جدا بتدعم الحاجه دي، ولسه في مواقع بلاوي يعني بيدعموا الحاجه دي. منها مثلا لو انت ممكن تكون سمعت عن حاجه، انا سبت الماوس بس عشان ايه اقدر اركز. لو مثلا انت بتركز في حاجه مثلا اسمها الربح من الضغط على الاعلانات، الربح من الضغط على الاعلانات. لو تاخد بالك في كتير مواقع كتير جدا بيقول لك اضغط على الاعلان ده وهتاخد مثلا كوميشن معين، بيبقى رقم بسيط جدا، مثلا يعني 1 من 100 سنت مثلا او 1 من 1000 سنت، ويقول لك بعد فتره ايه هتزود الارباح بتاعتك وهتكسب 1 دولار في الاعلان حاجه كده. بكلام طبعا ده كله في الفاضي يعني. تمام، موقع تاني يقول لك انت هتقرا اخبار وهديك فلوس على كل خبر هتقراه، او كل خبر مثلا هتقعد نص ساعه فاتح الصفحه دي تقرا الاخبار واحده واحده لحد ما هديك الفلوس اللي انت داخل عشانها. مثلا انت بيبقى الخبر مثلا في حدود 3 دولار 4 دولار. عندك حاجة تانية اسمها قراءة المقالات. قراءة المقالات زي موقع برضو كنت هشرحه النهاردة، كان المفروض اشرحه اصلا مكان الدرس ده، لكن فكرت ان ايه وهشرحه لسه يعني، لكن فكرت ان يعني الشرح بتاع النهاردة هيفيد اكتر. فالكوست بير اكشن او السي بي اي هو الحاجة اللي انت هتعملها وتاخد منها فلوس، مش معناها انك تشتغل في ادسنس او كده، لا ادسنس دي اعلانات خاصة بيك انت، فما تعتبرش سي بي اي. تمام، الادسنس طبعا والشركات الاعلانات التانية ليها نوع تاني خالص هبقى اشرحه بعدين. حلو قوي، تعالى بقى نخش على المثال بتاع النهارده، وهو الموقع اللي هنتكلم فيه. انا شرحت السي بي اي في دقيقتين او دقيقه ونص، ده مش كروته او ان انا بختصر، لا السي بي اي اساسا سهل، فانا بحاول ابسط لك المعلومه بحيث ان انت تفهمها بسهوله، لكن في حاجات تانية طبعا هتبقى صعبه بعد كده. زائد تاني حاجه ان انا بذاكر الحاجات دي يوميا، يعني بقعد اذاكر السي بي اي واذاكر السي بي ام والحاجات دي بحيث ان انا اشرحها لك بعد كده. يعني انا مش خبير فيها معنى 100%، ولكن بذاكرها وبقولها لك. تمام، فعشان لو اتلخبطت في اي حاجه فيا ريت حد يعدل لي في الكومنتات. تمام، فهنا ده الموقع بتاعنا النهارده اسمه اد اوفر لاي، ما اعرفش حصري ولا لا، مركزتش قوي يعني، ولكن قلت لك لما تكون في شركه ممتازه بس بالك على طول. وفي طبعا اثبات دفع للشركه، زي السي بي ام بتاعها كويس، و هتشوف انت السي بي ام بنفسك، ولكن اللي هو الدفع بتاعها اللي هو اقل مبلغ الاصلاح ب 1 دولار، وده ممتاز يعني. اول حاجه اسيب لك لينك تكست هتحمله، هتلاقي فيه اكتر موقع للربح من السي بي اي كتير جدا، فانت تشوف اللي انت عايزه. فانا هنا ريجستر عشان نسجل. حلو، هتلاقي تحت هنا كريت ان اكونت او كريت اكونت،
تحط اليوزر نيم وهنا الايميل الباسورد وتعيد الباسورد واسمك الصحيح بالانجليزي واللاست نيم والادرس والسيتي والستيت والسيتي دي تكتب مثلا المدينه بتاعتك برضو هنا المدينه عادي يعني، وهنا تكتب طبعا البلد بتاعتك وهنا حط رقمك او رقم اي حد واعمل تعلم يعني على الشروط وكده. بعد كده تعمل create an account او create account تعمل انا هنا هعمل بقى login على طول باليوزر نيم والباسورد. انا كنت حاطط الموقع بتاعي امبارح ولكن زي ما قلت لكم انا مش هدفي طبعا اصفار طبعا اني مش هشتغل في الحاجات دي يعني، انا مش شغال في السي بي اي، انا مركز في اليوتيوب عشان الناس اللي بتقول لي انت اصفار كل شويه، انا مركز في اليوتيوب تمام. وزائد الموقع بتاعي ما بيجيب ما عندوش دوار، انا اصلا ماليش في السيو بتاع الموقع قوي، انا مركز في اليوتيوب الايام دي، انا مركز في اليوتيوب فقط تمام. وبرده ما عملتش حلقه بتاعت يوم الاثنين عشان كنت بجهز الصراحه ليه سلسله الحلقات اللي انا هعملها في البلاي ليست دي تمام. فهنا هنعمل ماي ويب سايتس عشان اعرف اتقبل ولا لا، لسه بيندنج زي ما انتم شايفين. ننزل كده هنا طبعا الاكسا رانك بتاعي وهنا الريفينيو شير، الريفينيو شير هنا 80% يعني هو بيبقى على حسب قوه الموقع اكيد. الريفينيو شير بتاعي 80% معنى ان ده كويس جدا جدا جدا، انت هنا ممكن تربح عن اكتر من حاجه، عندك هنا الريفرال ده هيخليك تربح بشكل كبير طبعا، بتاخد تقريبا 10% ولا 5% مش فاكر، 10% عن كل واحد هياخد او هيسجل من اللينك بتاعك، زائد زي ما قلت لك الربح بتاعه 1 دولار والدفع اون ريكويست يعني اول ما بتطلب بيجي لك بعد 48 ساعه بالظبط الدفع زي ما انت شايف، بيكتب لك الفلوس اللي معاك وهنا تحط ايميل الباي بال، بتدفع عن طريق الباي بال فقط، دي ممكن تبقى مشكله لبعض الناس ولكن الباي بال سهل يعني، وتعمل حط هنا الفلوس اللي انت هتسحبها واعمل سبميت وبعد 48 ساعه هتلاقي الفلوس جات على الباي بال مباشره. حلو قوي. الربح بقى من الموقع ازاي؟ تعمل اد كامبينز، ركزوا بقى معايا في النقطه دي، زي ما انت شايف هنا البيد 9 دولار و20 سنت، 1 دولار 1 دولار زي ما انتم شايفين، حاجات كتيره جدا. زي طبعا في صفحات تانية كان في صفحات امبارح لكن تقريبا خلصوا مش مشكله. المهم هنا بيقول لك زائد 18 انا عندك واحده يس. طبعا الحاجات دي بتبقى ادولت يعني تبقى حاجات اباحيه، لكن تبقى اباحيه مش بمعنى ان هي اباحيه اباحيه يعني، لا بتبقى اباحيه بمعنى انها مثلا بتكون منشطات حاجه زي كده تمام، فما تخشوش عليها يعني عشان ما حدش يقول لي الموقع اباحي. نو دي هي دي اللي انت بتخش عليها، اما الياس دي ما بتخشش عليها تمام، عشان بس ما حدش يقول لي ده موقع اباحي وخد مسدوب بسببك. زي ما انت شايف هنا بيقول لك سي بي اي، الربح عن طريق السي بي اي، انت هنا عباره عن موقع بتسجل فيه. مثلا نجرب هنا مثلا الموقع ده، هيقول لك مثلا سجل فيه الموقع او اعمل استبيان، كل ده هو السي بي اي يا جماعه، انك تسجل في موقع تعمل استبيان وتاخد فلوس حاجات زي كده، تحمل حاجه زي ما انت شايف هنا بيقول لك حمل حاجة من هنا وخد الفلوس اللي هنا تمام. زي مثلا الناس اللي لعبت لعبة المدرب الأفضل لو تفتكروها، اللعبة دي طبعا لسه موجودة لحد دلوقتي، اللي عايز يلعبها طبعا هتلاقيها في جوجل على طول يعني، سهل اكتب بس المدرب الأفضل هتلاقيها. أنا بلعب طبعا اللعبة دي يعني ببدع فيها الأيام دي تمام. فاللعبة دي أنت مثلا ممكن تاخد تذاكر، التذاكر دي يعني حاجة كده تبقى في أي بي ليك، ممكن تاخدها عن طريق السي بي أي، عن طريق مثلا إنك بتشاهد فيديوهات وتاخد التذاكر او انك تحمل حاجه وتاخد تذاكر حاجات زي كده تمام. اتمنى تكونوا بس ايه النقطه دي وصلت لكم ووصل لك معنى السي بي اي بالظبط. وهنا طبعا نكمل بقيه شرح الموقع، هنا الداشبورد بتاعك، هنا طبعا بيحط لك الفلوس اللي معاك وهنا الفلوس اللي كسبتها النهارده وهنا كل الفلوس اللي معاك. زي ما قلت لك الدفع بتاع الموقع ده هو من 1 دولار فقط، ودفع عن طريق باي بال. هنا الاحصائيات بتاعتك كلها، بتعمل ران ريبورت وبيجيب لك الاحصائيات، هنا البيرسونال داتا بتاعتك، وهنا لو عايز تكلمهم تقريبا ده بيقول لك دي الدفعات اللي انت خدتها تقريبا، دي الدفعات اللي انت خدتها. حلو. فده كان الموقع بتاع النهارده يعني، حبيت بس اعمله كمثال كده ليكو عشان تفهموا السي بي اي، اتمنى تكونوا فهمتوا السي بي اي كويس. على فكره الموقع ده اثبات دفع موجود بتاعه ممكن تلاقيه اسفل الفيديو، وهسيب لك زي ما قلت لك سيب لك تكست كامل في اكتر من موقع للسي بي اي انت ممكن تربح منها، كلها مواقع صادقه واثباتات الدفع بتاعتها. حاول بقدر الامكان اجيب لك مواقع كلها كل اثبات الدفع بتاعتها على جوجل، فانت بمجرد تكتب اسم الشركه زائد كلمه بيمنت بروف هتلاقي اثبات الدفع بتاعها في جوجل. حتى الشركه دي دلوقتي لو كتبنا اسم الشركه زائد بيمنت بروف هتلاقي اثبات الدفع بتاعها، او هتلاقي اثبات الدفع برضو اسفل الفيديو. وهو ده كان الحلقه بتاعت النهارده. تاني مره بشكركم على سبسكرايبرز اللي بيعملوا سبسكرايب، شكرا جدا ان بتعملوا لي سبسكرايب لان ده حاجه بتساعدني جدا، زائد الناس اللي بتعمل لي لايكات للفيديو، ولكن ما تعملوش لايكات شكرا يعني، انا عارف ان ده بيجيب معاكم نتيجه عكسيه وبتعملوا ديسلايك. انا معاكم مصطفى من قناه مستر بندك، الفيديو عجبك شير للفيديو واعمل كومنت تحفيزي او بلاش لو براحتك يعني،
ومش مشكله اللايك يعني عادي. طبعا اللايك بيساعد جدا يا شباب زي ما قلت لكم، فيا ريت تعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.